السلام عليكم، جيتكم بوصفة جديدة لزيادة الوزن بسرعة وتسمين الجسم والقضاء على النحافة. هذه الوصفة رخيصة الثمن وغير مكلفة، وتعد في دقائق معدودة. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لتصلكم وصفات أخرى روعة لزيادة الوزن. لدينا في المكونات بسكويت بيمو كامل تعرفوه، عندنا حليب كامل الدسم يفضل هذا النوع، ولا ننسى علبة ياغورت طبيعي أو محلى. ثم وكأس، لا دون أن ننسى كأس ماء. نقوم بأخذ 5 حبات من البيمو، لدينا 5 حبات من البيمو، ثم نضيف علبة ياغورت مذاق حلو وروعة. أفضل هذا النوع المحلى، متوفر ورخيص الثمن. ما نضيف كأس ماء، ما نضيف ملعقة حليب كامل الدسم، ونضيف ملعقة ثانية. يفضل حليب كامل الدسم لأنه غني بالسعرات الحرارية التي تساعد في اكتساب الوزن بسرعة، وهي أهم شيء. ثم نقوم بخلطهم خلط جيدا، خلطة سهلة ومتوفرة ورخيصة الثمن، يستعملها الكثير من الفقراء والأغنياء لزيادة وزنهم بسرعة. نخلط جيدا، تستعمل هذه الوصفة في الصباح في فطور الصباح، ويمكن استعمالها في المساء أيضا. ومعروف أن هذه الوصفة تستعمل منذ القدم، يستعملها الكبار والصغار، وتساعدهم في اكتساب الوزن. يعني بعد 10 أيام ستلاحظ فرق في وزنك، حيث ستزيد من 2 إلى 4 كيلو في مدة قصيرة جدا، حوالي 10 أيام. في النهاية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتصلكم وصفات أخرى، والسلام عليكم.